مهندس عدلي كنت فاكره مهندس صفقات، كنت فاكره مهندس صفقات، لغايه لما اكتشفت من محاولات التحريض ضد الجماهير مع بعضيها انه مهندس طرق وكباري كبير. تعرفوا انه قدر يعمل كوبري من القاهره لجده، ويعمل فرع من جده لقطر، ينتقل عليه محمد بركات من الاسماعيلي على هذا الكوبري. اسماعيلي لما باع محمد بركات لاهل جده باعه بكام؟ 600,000 دولار 2012 2013. محمد بركات بمبلغ قياسي 2002 2003 اسف لاهل جده ب 600,000 دولار، كانت صفقه قياسيه وكان يستحق. ثم بعد سنه اهلي جده يبيعوا للعرب القطري بكام؟ ب 900,000 900,000 لان احنا قدمنا 250,000 اه ما جالناش. فين الكوبري بقى؟ فتخيل اترينا عملنا تفريعه، عمل تفريعه الدوحه القاهره. بصوا بس عشان يكون تحريض الجمهور رايح لفين. فتكون النتيجه ان الاهلي بعد ما يجيب بركات، بعد ما الاسماعيلي خد 600,000 دولار في صفقه قياسيه سنه 2002، يتهم المهندس عدلي بتحريض اللاعبين ضد انديتهم. مش بس بركات، ده المهندس عدلي عمل كوبري بين الاسماعيليه مع النصر السعودي مرورا بالقاهره عشان ينتقل من خلاله عماد النحاس في موسم 2004 على سبيل الاعاره لمده 6 شهور. يروح عماد النحاس مع كابتن محسن صالح، وقتها مسك النصر السعودي، كابتن محسن مشي والكابتن محسن كان مدربه، كان هو مدربه في الاسماعيلي وراح تعاقد مع النصر السعودي. فيتهم المهندس عدلي بالتحريض، وهو اللي مشى محسن صالح من النصر السعودي، وهو اللي عمل كوبري عماد النحاس رغم الصفقه الكبيره اللي انتقل بيها للنصر السعودي. وهو كابتن عماد بس في الحته دي قال انا كنت بدرس عروض مقدمه لي من اكتر من نادي واخترت الاهلي. يعني مش النادي الاهلي بقى، يعني كان ممكن يرجع لاي نادي تاني. بالظبط. طيب الصفقه ده خبير، مهندس عدلي خبير كباري دولي بقى، عمل الكوبري اللي ما يجيش على بال حد. القاهره شيفل، يروح انجلترا علشان يمشي على هذا الكوبري. احمد فتحي اللي بيبيعه الاسماعيلي في 2007 على لكوبري القاهره شيفل، رعايه وتصميم المهندس عدلي القيعي. بس الاسماعيلي بالكوبري ده اللي احمد فتحي مشي عليه، اسماعيلي خد 700,000 جنيه استرليني. ده مهندس عدلي القيعي يتعمل له تمثال في الاسماعيليه، 700,000 جنيه استرليني على هذا الكوبري. ويقضي احمد فتحي الفتره كلها في انجلترا ويتالق مع شيفيلد يونايتد. والمهندس او الاستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك وقتها يسجله في القائمه على انه جاي للاسماعيلي، جاي للزمالك. ويطلع المهندس عدلي يتفاوض معاه في شيفيلد وياكل صينيه البطاطس زي ما اعتقد حضراتكم فاكرين القصه، ويجي بقى احمد فتحي في اخر لحظه للنادي الاهلي. ايه العلاقه؟ فين الكوبري؟ يعني كان رايح، يعني كان اقرب الى الزمالك، سجل في قائمه الزمالك او اتحجز له مكان. بس الكوبري اللي انا عملته شريف عبد الفضيل الاهلي اشتراه قبل ده، قبل ده، ده في كوبري مهم جدا. ده انا بقى عملت كوبري بين الاسماعيلي والزمالك، والزمالك انت عملت فرع لكوبري الاهلي في الزمالك. تتصور؟ يقال ان انا من ضمن الناس اللي كنت بحرضهم. الكابتن اسلام اللي راح الزمالك، والزمالك بعته اظن اتحاد جده، وجاء من اتحاد جده هو عنده بند، لما شعر الزمالك مش محتاجه راح مفعل البند بفسخ بالشرط الجزائي وجاء الى النادي الاهلي. ده في كوبري تاني انت ما ذكرتوش انا بفكرهم بيه. قول لي، ما انت مصمم الكبار. كوبري الكابتن سيد معوض. اللي انا قعدت مع الاستاذ يحيى الكومي في احد الفنادق واتفقنا، والراجل طلب 6 مليون جنيه ووافقنا. هو اللي كلم الكابتن انوس في الاسماعيليه قال له جاز لي استغنى وتعالى جيب وصل عشان هتستلم وصل شيك ب 6 مليون جنيه. وانا رحت خلصت الشيك ورجعت لقيت ان الدنيا مقلوبه والكلام ما ينفعش. فكانت النتيجه كان هيبقى 6 مليون وتنازل الكابتن سيد معوض عن 260 الف دولار. يعني شوف وقتها كان بكام، يعني الصفقه تقترب من ال 10 مليون او ال 12 مليون.
بعد كده الاسماعيلي راح بيعه بحوالي 850 او 900 الف دولار لنادي تركي، نادي يوناني، او تركي اظن يوناني. وبعد كده النادي اليوناني اعاره بنيه البيع. تركي. لا هو الاعاره ما كانتش ب 900، الاعاره كانت بمبلغ اظن 100 150، ولو عايزه يكمل معاه هيدفع 900. فلما يفعل بند الشراء نروح احنا، هو كابتن سيد اللي ما قدرش يكمل وقال انا مش قادر، انا لازم ارجع مصر. فروحنا اشتريناه من نادي الاجنبي. فين الكباري اللي هنا دي؟ يعني فين الكباري؟ الاهلي لو كان استنى ست شهور كان خد عبد الله السعيد ببلاش من الاسماعيلي. دي بقى المهمه جدا. لكن تقديرا للنادي الاسماعيلي، والله الاهلي دفع للاسماعيلي في عبد الله السعيد 6.5 مليون جنيه مع اعاره لاعب كان امير سعيود. وقتها امير سعيود اللاعب الجزائري الموهوب للنادي الاسماعيلي. يعني انتوا شايفين الاهلي ست شهور لو سكت يجيب عبد الله السعيد. حد يقول لي طب ما هو الاهلي استنى لما يبقى عبد الله السعيد او خالد بيبو. الكلام ده يعني موجه لجماهير الاسماعيلي، لان هيتلعب في دماغه تاني وتالت. كل ما الامور تبني الحقائق من خلال نجومكم نرجع تاني نستعبس في هذه العلاقه. اللي انا بقدم من دلوقتي بلاغ ان ضد التعريض. ده يا جماعه تسميم الابار اللي بين الاهلي وبين الجماهير اللي اصفر في لحظه ما على سقوط شهداء. يتقال لك ما هو خالد بيبو الاهلي خده، خالد بيبو عقده خلص مع الاسماعيلي. طب اقول لك سر؟ انتقال حر. اقول لك سر؟ والله 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 هذا حدث. ايوه. ان احنا قبل ما من السويس قبل ما اروح الاسماعيلي ان انا كنت بجيبه للنادي الاهلي. واسامه السويسي شايل في الوقت ده. استنى، في الوقت ده كنا بنتفاوض مع الاسماعيلي الذي قرر ان فاضل له 6 اشهر في عقده، اللي هيدفع 100,000 دولار والزمالك كان متقدم بهذا المبلغ، هيسيب اللعيب يختار اهلي ولا زمالك. كابتن احمد حسن، ولما الاهلي مضى كابتن احمد حسن وكتب الشيك وراح يدفعه النادي الاسماعيلي، الاستاذ مدحت الورداني وقتها ثار وهاج ومجا وقابل الكابتن صالح مع المهندس اسماعيل عثمان عشان يقول له الجمله الشهيره لو كان لزمالك ان وافق الاهلي لا، والكابتن صالح يزعم من هذا. وبعد كده الكابتن احمد سافر الى تركيا. شوف الكوبري بقى ده. تركيا 13 سنه، بلجيكا، مصر و13 سنه. بس ده كنت بطيء لان استغرق. الكوبري طول 12 سنه في ده الدائري بقى. يا جماعه يا اهل الاسماعيليه الكرام الذين نحبهم كثيرا، هذا كلام والله لا يقال. لكن سيبك كل ده اللي يخصنا، مش يعني قولوا اللي انتم عايزينه، لكن ما قيل في حق النادي الاهلي في هذا البرنامج عن طريق البي اللي كان مسؤول جوه قناه الاهلي وفي اللجنه الاعلاميه التي اخترقت النادي الاهلي في غفله من الزمن في مجلس اداره ربه مرارا وتكرارا، وسيحاسب التاريخ هذا المجلس على انه سمح بهذا الاختراق اللي بندفع ثمن لحد النهارده. الراجل طلع تطاول على النادي الاهلي من اساءات وتطاولات باساءات، وقال لك هو الاهلي اللي بيعمل كده، في الناس طلع يعيط ليه دلوقتي. فلما تنبه مقدم البرنامج لا اوعى مش عارف ايه قال يعني، وبرضه رجع تاني عمل اساءات اخرى رفضها المحترم شريف عبد القادر في هذا البرنامج. انا عايز اقول لك ايه، ما علينا، ما يحدث الان في محاوله تصدير المشاكل اللي كل ما تنام نحييها، والوهم الذي كلما نكشف حقائقه نرجع نصر عليها باساءات، انا ارجو الا يعني يمر هذا الامر مرور الكرام. نتمنى. لكن الكلام على الصفقات، اعتقد حضراتكم كلكم فاكرين ان الاسماعيلي اخذ من الاهلي 39 لاعب والاهلي اخذ 29 والزمالك او الاهلي اخذ 17 والاسماعيلي اخذ، الزمالك اخذ من الاسماعيلي 29. ذنب الاهلي ان اللعيبه اللي بتيجي للاهلي بتنجح فبتحلو في عين الناس. هي بتكسب بطولات مع الاهلي، ما هي بتنجح، ما هو الاهلي بتنجح بيكسب. بتنجح في مسيرتها، فبالتالي بتبص لهم هذه النظره. لكن دايما وابدا كل اللي بننشده يا جماعه ارجوكوا راعوا مشاعر الجماهير، ارجوكوا بلاش
ضغط على أعصاب الجماهير وإثارة كل هذه الشائعات وهذه الفتن.